أمي، اطلعي على هذا التقرير. رائع يا ابنتي، مستواك الدراسي ممتاز مقارنة بزميلاتك في الصف، أتمنى لك دائما التوفيق. ولكن يا أمي، كيف استطعت مقارنة مستواي بزميلاتي في الفصل بهذه السرعة؟ ألا تعلمين أن والدتك ذكية؟ هيا يا أمي، أخبريني. هذا التقرير يحتوي على جدول للدرجات والتقديرات، أليس كذلك؟ وبجانب الجدول يوجد رسم بياني على هيئة أعمدة ملونة، تعطي تصوراً سريعاً ومبسطاً لوضعك الدراسي بكل مادة مقرونة ببقية زميلاتك في الصف. أها، لم أكن أعرف بأهمية هذه الأعمدة الملونة من قبل. إذن عزيزاتي، ما الفائدة من إدراج الرسم البياني وعدم الاكتفاء بجدول الدرجات والتقديرات في التقرير؟